وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي إسحاقي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد. في البداية نبارك لكم سعادة رئيس الاتحاد هذا الفوز الكبير والتأهل إلى الألعاب الأولمبية في طوكيو لعام 2020 للمرة الأولى على مستوى الألعاب الجماعية بعد الفوز الكبير على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة النهائية. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم جزيل الشكر على التغطية وعلى الاهتمام، وأشكر الجميع من وقف مع المنتخب. أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى. هذا الإنجاز اللي ما تحقق مرة وقفة ودعم جلالته للرياضيين عامة ولعبة كرة اليد خاصة. الله يحفظه، أنا قبل أسبوعين كنت في لقاء مع مجلس النواب قائم جلالته، ما فهم يعني أي شيء إلا عن الشباب، يشوفون الشباب يقول لهم ما مو مقصرين وإن شاء الله ما بيقصرون، يعني دائما في أي لقاء لازم نسأل عن الشباب، والشباب اليوم ما قصروا. وما بنسى سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس مجلس شباب الرياضة، الداعم الأول لمملكة الاتحاد البحريني لكرة اليد، سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية، واقف ويانا وداعمنا ومهتم بإعداد المنتخب، خير إعداد، وبفضل هالدعم الكبير اللي حصلناه من جميع الجهات بما في من الأندية، قدرنا نحقق هالإنجاز التاريخي واللي تسجل باسم اتحاد كرة اليد ولعبة منتخب الأقوياء اليوم، أول منتخب بدرجته هبجل الألعاب الأولمبية إن شاء الله في طوكيو 2020. نعم، يعني الدعم الكبير من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، المتابعة المستمرة لمجريات مشاركتكم في هذه البطولة والتصفيات، لا شك أنها كانت مسؤولية كبيرة على عاتقكم لتحقيق الفوز والظفر بهذا الإنجاز الكبير على مستوى اليد البحرينية، هل من كلمة تودون أن توجهونها بهذه المناسبة؟ والله باسم اخواني اعضاء مجلس اداره الاتحاد البحريني لكره اليد وباسم جميع العموميه لعبه كره اليد الانديه الوطنيه، نتقدم جزيل الشكر الى سيدي صاحب الجلاله والى سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد على دعمهم ووقفتهم مع الاتحاد البحريني، وهذا الانجاز اليوم تحقق بعد تخطيط 3 سنوات اعداد المنتخب للاولمبياد. يمكن اول مره احنا في ميزانيه خاصه كانت مرصوده باعداد المنتخب للتصفيات الاولمبيه، والحمد لله المنتخب قدر يترجم هذا الدعم الكبير الى انجاز تحقيق باسم البحرين، وكل ما قدمناه احنا سواء في الاتحاد او من اللاعبين شيء بسيط يسير في لصالح البحرين. البحرين تستاهل، الشعب البحريني يستاهل، وانا اعتقد اليوم الكل فرحان بهالانجاز الكبير، ونتمنى هالانجازات والافراح تستمر في مملكتنا الغالية. نعم، لا شك أنه إنجاز كبير وليس بغريب على منتخبنا الوطني. سيد علي إسحاقي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، شكرا جزيلا لك ونبارك لكم هذا الإنجاز الكبير.